في كلمة اسمها بابا وكان في كلمة اسمها ماما. اغتالون يا حرام، صاروا مام وباب. وإذا فكرهم باب بي اي بي أو بي يو بي، اثنينهم ما بيقربوا كلمة بابا ومعناتها أبدا. وحدة بتعني جارو كلب صغير، والتاني بتعني نوع من الأكل بلا طعم ولين. مبروك للمجتمع المثقف الواعي، المام والباب. مع تحياتي من ومضة مشلين حبيب.